إلا عند الأستاذ حسام السكري رئيس قناة بي بي سي العربية. أستاذ حسام، طبعا قناة بي بي سي يعني أشهر من أن تعرف. قناة بي بي سي العربية اللي تقريبا صار عمرها أكثر من سنة، يمكن قريب سنتين، هل برأيك أخذت موقعا لها لدى المشاهد العربي كما فعلت قناة بي بي سي العالمية؟ بي بي سي العالمية؟ يعني الورلد بي بي سي، البي بي سي الإنجليزية، يعني هل حققت وجود ومصداقية كما فعلت القناة الأم؟ هي القناة الأم بتاعتنا الحقيقة هي بي بي سي العربية الإذاعة التي بدأت في العالم العربي من عام 1938، أكثر من 7 عقود من العمل مع العالم العربي. لم تكن بي بي سي فقط إذاعة راديو في تاريخها، كانت بي بي سي مقدمة محتوى. كان عندنا في تاريخنا أكثر من 3 مجلات للمستمع العربي في الثلاثينات والأربعينات والخمسينات هنا لندن لاحقاً، وأخيراً المشروع المشاهد السياسي كان بالتعاون مع شركة إعلامية أخرى. فما احناش محطة حديثة. يعني عندما كنت، إذا سمحت لي أشاكسك شوية، يعني في المقدمة كنت بتقولي هجمة المحطات التي تلت 11 من سبتمبر، فأنا استغربت، أنا قلت أنا جاي بالغلط، لأنه إحنا ما هجمناش بعد 11 سبتمبر ولا حاجة. إحنا موجودين من سنة 38، بقالنا 7 عقود من الزمن. حتى التلفزيون ناطق بالعربي. طب ما هو ناطق بالعربية، إحنا ناطقين بالعربية من سنة 38، من 3 يناير 1938 ناطقين بالعربية. تلفزيونياً 1994 أول محطة فضائية دولية عربية ناطقة بالعربية كانت بي بي سي العربية، التي خرج من رحمها الكوادر اللي عملت تلفزيون العربية واللي عملت تلفزيون الجزيرة وعدد من المنصات الإعلامية. ولكن قرار إعادة يعني بي بي سي العربية الناطقة بالعربية صار بهاي الفترة. لا، قرار إعادة بي بي سي العربية صار بعد إغلاق بي بي سي التلفزيونية العربية في عام 1996. في جاب حوالي 10-11 سنة سببه أنه قررنا ألا يكون المشروع الجديد مشروع تجاري، لأن المشروع الأول كان مشروع بشراكة وتعاون مع موزع اللي هو أوربت في هذا الوقت. 96 حصل بعض الخلافات مع الشريك، ورغبنا في أن نعاود البث مرة أخرى، لكن الموديل التمويلي ما كانش موجود، حتى تمكننا من عمل ريستراكشرينج، إعادة هيكلة في بي بي سي. تم إغلاق بعض المحطات الإذاعية العاملة بلغات أخرى، 10 محطات إذاعية، وتوفرت هذه الأموال لإطلاق الخدمة التلفزيونية لبي بي سي العربية لتصبح خدمة متكاملة متعددة الوسائط، راديو بي بي سي عربي .com على الإنترنت وتلفزيون. فما احناش جداد ولا بعد 11 سبتمبر ولا حاجة خالص. هذه واحدة. من ناحية تانية، تمكنت بي بي سي العربية التلفزيونية من أن تحقق لها مكان. بالتأكيد تمكنت من أول يوم. يعني لو تابعتي الأحداث الرئيسية المفصلية في تاريخ وسياسات العالم العربي منذ إطلاق المحطة في مارس 2008، في عدد من المحاور المهمة، من أول إضرابات أو إضراب 6 أبريل في مصر، الكلاشات أو الأحداث الاشتباكات اللي حصلت في لبنان، حتى أحداث غزة الأخيرة، كانت بي بي سي هي الملجأ والملاذ لمن يريد أن يعرف ماذا يجري من أحداث من مختلف الزوايا ومن مختلف وجهات النظر. مسافتنا أو المسافة التي تفصلنا بصناع القرار والسياسة والمشاركين في الأحداث هي نفس المسافة. وعندما يعني من استمع وشاهد بي بي سي التلفزيونية واستمع لبي بي سي الإذاعية كان بيعرف أنه لا نحابي أحد ولا نتجنى على أحد. ما احناش أقرب لحماس من السلطة، ولا أقرب للسلطة من حماس، ولا الفصائل المختلفة ولا التيارات المختلفة في الساحة اللبنانية. احنا أقرب لبعضها من غيرها. احنا بنستضيفهم كلهم، نسألهم كلهم بنفس الدرجة من الموضوعية والحياد، نعطيهم الفرصة ونطرح عليهم الأسئلة التي قد تقلقهم والتي قد لا يطرحها عليهم أحد. أستاذ حسام، كلمة الموضوعية والتوازن كمان بيقدر الواحد من خلالها أنه يقدم ضيف أكثر من آخر بدون ما يستعمل كلام. يعني في مأخذ على قناة بي بي سي العربي وفي نقاش داخل قناة بي بي سي. مثلا الإذاعة كان في شكوى من أنه أنتم تستضيفوا أطراف قد تكون أقرب إلى حماس، إلى حزب الله، إلى أطراف غير يعني لا تلتزم، يعني لا ينظر إليها بالأسلوب التي تتبع البي بي سي العالمية، بمعنى وورلد بي بي سي. نفس الأمر إذا أنت يعني بي بي سي العربية اللي هي المفروض في السياق التآمري مؤسسة بريطانية مدعومة بالحكومة البريطانية أقرب لحماس من أطراف أخرى؟ يعني بجردي للضيوف اللي بتستضيفوهم أو للمواضيع التي تطرح،
في رأي بيعتبر أنه هذا التوازن عائد إلى يعني مزاج العاملين في بي بي سي اللي هن بالنهاية شريحة من الصحفيين العرب اللي حملوا إرث أدخلوه معهم على قناة بي بي سي. كيف بتشوف السياسة التحريرية لقناة؟ احنا أصلا هو مش إرث واحد، يعني بي بي سي العربية العاملين فيها من مختلف أنحاء العالم العربي. عمليات التوظيف بتخضع لقواعد بيشرف عليها قسم مستقل بيساعدنا في عمليات التوظيف، وبيمر المتقدمين في اختبارات وبيخضعوا لتدريبات بعد انضمامهم للتأكد من فهمهم للسياسات التحريرية التي نعمل من خلالها. فما نقدرش نقول ان احنا بنوظف فصيل معين، يعني خلافا لمحطات اخرى اعتقد انها متهمه بانه الكوادر بتاعتها اميل الى او اقرب الى او موظفه من اتجاهات معينه، لكن في بي بي سي العربيه احنا الصحفيين الذين يعملون معنا من مختلف انحاء العربي لا اعتقد ان احد يستطيع ان يقول ان هم بيشكلوا توجه عام اقرب لحماس او اقرب لغيرها، ما اعتقدش انه التصور واقعي. السياسات التحريريه بتاعتنا معروفه ومعلنه ومنشوره، في عندنا حاجه اسمها الايديتوريال جايد لاينز، كتاب المعايير التحريريه، منشور على موقع الانترنت. ما فيش في حاجة اسمها السعودية ولا سوريا ولا مصر ولا أمريكا ولا حاجة خالص. في عندنا معايير تحريرية تخضع لطريقة التحقق من الخبر، طريقة التعامل معه، طريقة إدارة الحوارات، ولا يوجد فيها أي توجه سياسي. لو هناك اختلافات، يعني لو حد شاف برنامج وحس إنه ما عجبوش، أو حد شاف برنامج وحس إن البرنامج كان فيه ميل لرأي على رأي، ده موضوع هيبقى ذاتي لكن لا يخضع لتقييم علمي. اللي عايز يعرف توجهات محطة يعمل دراسة على فترة زمنية معينة ويبتدي يعمل تحليل مضمون ويشوف اذا كان في ترند ولا ما فيش. لكن سمعتي مره انترفيو وما عجبكيش وبعدين واحد تاني سمعه وحس ان الانترفيو التاني مختلف عن الانترفيو الاول، احنا بشر يعني في عاملين بيشتغلوا وما تقدريش تقيسيها بلقاء واحد او ببرنامج واحد او بانطباع شخصي، بتحلليها على مدى تطور زمني واسع. والكلام ده انا مش بجيبه من عندي، لو شفتي انطباعات وردود فعل العالم العربي على اطلاق قناه بي بي سي العربيه هتعرفي انها فعلا هي المحطه التي ينظر إليها باعتبارها المنصة التي يقارن بها ويقارن عليها من ناحية المستوى الاحترافي أو من ناحية المسافة المتوازنة من مختلف الأطراف. تعرف حضرتك ما في يعني مؤشرات لقياس الرأي العام بشكل دقيق بالعالم العربي، كيف تتأكدوا من مدى حضوركم، من مدى تقبل يعني بي بي سي بالشكل اللي أنتم عم تطرحوه؟ لا، في عندنا أكثر من معيار، يعني هو ما فيش شركات مستقلة بتعمل دراسات وإحصاءات وأبحاث رأي معلنة يمكن الركون إليها لأسباب كثيرة. لكن إحنا بنعمل الدراسات الخاصة بينا، إحنا بنعمل أبحاث سوق بنقيس منها مستويات الاستماع والمشاهدة والإقبال على موقع bbcarabic.com، بنعمل فوكس جروبس وبنحلل ردود الفعل التي تأتينا عن طريق البريد الإلكتروني والتليفون واللقاءات والبرامج التفاعلية اللي إحنا بنقدمها. يعني عندنا رغبة في اننا نعرف هل احنا بالفعل بنقدم الخدمه اللي بنقدمها لجمهور بشكل يلبي احتياجاته ولا لا، لان احنا خدمه عامه ولسنا مؤسسه توجيه سياسي، يعني خلافا لعدد كبير من المحطات اللي تختلفي او تتفق معها في الراي. هي خرجت بالفعل من دول في خارج العالم العربي لانها ترغب في ان تحمل وجهه نظرها الى العالم العربي وتعبر عن سياسات الدول التي تاتي منها للعالم العربي. في احساس في العالم الغربي او العالم الغير عربي بصرف النظر في الشرق ناحيه روسيا ولا في ناحيه الولايات المتحده واحيانا في اوروبا، في احساس بانه في عدم فهم متبادل بين قطاعين من البشر عايشين على هذا الكوكب، وفي رغبه في شرح المواقف وتقريب المفاهيم ليها. في هذا الاطار احنا بنشتغل بشكل منفصل تماما. عشان كده بقول لك انا بقيت مستغرب انا موجود هنا ليه، لان احنا لا نعبر عن جهه، لا نعبر عن حكومه، احنا ناتي من قلب مؤسسه تقدم خدمه عامه باكثر من لغه وترغب في ان تكون هذه الخدمه لها استفاده. احنا منصه للحوار في برامجنا التفاعليه، منصه للفهم، بنحاول ان نساعد المتلقي على فهم اي موضوع من مختلف الزوايا، لسنا طرفا ولا حتى طرف في الموضوعات التي يرى احيانا انها موضوعات ايجابيه. يعني انا لا اقول في بي بي سي ان احنا نحمل لواء الديمقراطيه، ولا نريد ان نغير القلوب والعقول، ولا نريد ان نغير مواقف العالم العربي من موضوعات زي المراه، لكن نحن منصه للحوار حول هذه الموضوعات. هناك من يرى ان موضوع الديمقراطيه موضوع سياسي مش موضوع مطلق، وفي انواع مختلفه من الديمقراطيه، وفي ديمقراطيات يرى البعض انها تناسب العالم العربي او الاسلامي او لا تناسبه. انا لا اتحيز او اتحمس لنوع معين من الديمقراطيه او لشكل، لكن هذا حوار موجود نحن نناقشه، الاطراف الداخله فيه بنسمح لها انها
يكون لها مكان في بي بي سي العربية، بنطرح عليها أسئلة بنفس الدرجة.